معادلة صعبة لدينا الآن القدرة على حلها. مجمع الإخرافي لتصنيع التكنولوجيا المتقدمة. نهر جديد واسع العطاء يروي عطش الصناعة العربية إلى التقدم التكنولوجي. على أرض مدينة العبور الصناعية شمال العاصمة المصرية القاهرة. فعنابر الشركة العربية لتصنيع الحاسبات ليست ساحة لعمل صناعي تقليدي، لكنها نقطة تحول صناعية عربية تقطع الخطوة الأولى نحو تصنيع أول جهاز كمبيوتر عربي برؤوس أموال عربية وبخبرات عربية. بدأ العمل في شهر يناير من عام 2005 ليصبح المصنع جاهزاً للانطلاق في أغسطس من نفس العام، وفي أقل من 8 شهور دارت الماكينات معلنة بداية الإنتاج المحلي لمكونات الحاسب الآلي باستثمارات تصل إلى نحو 22 مليون دولار أمريكي، أي ما يقرب من 140 مليون جنيه مصري، لتكون بداية لإنتاج العديد من مكونات أجهزة الحاسبات المكتبية والمحمولة وما يتعلق بها من مكونات تكميلية، وكذلك الكاميرات الرقمية ومكونات الوسائط المتعددة. خلال هذه الخلية الصناعية الكبيرة تتحالف الموهبة مع الإرادة للعبور إلى عالم الصناعات التكنولوجية. يتكون المصنع من عدة أقسام ضمن رحلة المنتج التصنيعية المسؤولة عن تشغيل المونيتورز، والذي يعمل وفق تكنولوجيا ماكينات THT Lion زائد DIP Lion. ولأن مجمع الإخرافي لتكنولوجيا المعلومات قرر أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون، كان الحرص على التعاون مع كبرى الشركات العالمية صاحبة الخبرة في هذا المجال التكنولوجي. تظهر براعة الخبرات الهندسية والفنية المصرية في أعمال الفحص اليدوي ولحام المكونات اليدوية وإجراء الاختبارات الفنية للتأكيد على كفاءة عمل المادربورد قبل طرحها في الأسواق. الإبداع المتواصل هو الغاية التي تطمح إليها مجموعة الإخرافي باستثماراتها الكبيرة في المجالات التكنولوجية، ولهذا كان إنشاء مركز للبحوث والتطوير لاستكمال تصنيع المكونات المرتبطة بصناعة الاتصالات ليسجل تاريخ صناعة التكنولوجيا العربية لمجمع الإخرافي تحمل مسؤولية الخطوة الأولى تمهيداً لخطوات أكثر على طريق المنافسة بالمنتج العربي في الأسواق العالمية. في رحلة العبور على جسر التكنولوجيا نحو مستقبل عربي لا يعرف المستحيل.